جمال صاحب کو آپ کی عدالتوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ بیان وقت سحر رب کی فضیلت کرتے رہتے ہیں بیان وقت سحر رب کی فضیلت کرتے رہتے ہیں وہ کچھ اپنے طریقے سے عبادت کرتے رہتے ہیں ہمارے واسطے قرآن اترا ہم نہیں پڑھتے پرندے روز قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون
شاء الله ما شاء الله بارك الله اللهم زد فزد الله وما ماشاءاللہ جمیل ان جدا وشراه بثمن بخس دراهم الله وكان فيه من الزاهدين ماشاءاللہ وقال الذي اشتراه
مصر لامرأته الله ما شاء الله اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفع أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض قل يا
إنما أعبد. الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. إذا أحسنت وأجملت يا شيخ بارك الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبت يدا أبي ما شاء الله. حياك الله بارك الله في حسن صوتك. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب صدق الله العظيم. کیونکہ حج کے ایام چل رہے ہیں انہی میں سے چند آیتیں ائمہ حرمین کے انداز میں اختتام کروں.
سب سے پہلے مکہ مکرمہ کے امام شیخ سعود ابن ابراہیم الشریم کے انداز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن إن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله مکرمہ کے دوسرے امام شیخ عبداللہ ابن عواد الجہنی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين يكتمون ما أنزلنا من إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون اب شیخ عبد الرحمن السدیس کے انداز میں ان سے پہلے مکہ مکرمہ کے ایک امام شیخ بندر ابن عبدالعزیز البلیلہ ایک دو آیت حج عمرے سے متعلق پڑھ کے اختتام کرتا ہوں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد